من بغداد، يعني هذه الحالة لشابة أيضا تتعرض لضغوط عائلية، يعني شافت أنه تطلع ويانا مع أنه نغطي وجهها ونغير صوتها حتى تشرح حالتها، ممكن تكون عبرة للآخرين. إذا موضوعها هي موضوع الضغوط العائلية داخل العائلة، ما أدى بها إلى تفكير ومحاولة الانتحار. هاي تقريبا حاولت انتحر اكثر من مره، تقريبا 3 مرات انا جربت انتحر، هذا كله بسبب اهلي. اهلي ما قدروا يفتهموني، ما قدروا يستوعبوني نهائيا. وهسه اذا تسالني تكررين الترجمه مره ثانيه اقول لك ايه، واتمنى اني اموت، واتمنى اصلا ما ابقى بهاي الدنيا. لأن الإنسان شنو معنى حياته إذا ما عنده فد شلون أقدر أوصف لك؟ يعني على الأقل يقدر يحقق أمنياته، يقدر يسوي طموح عنده بالحياة، يقدر يكون نفسه، يسوي أسرة، يتعلم، يشتغل. يعني هاني هذا اللي أعرفه، بس قصته أهلي غير شكل. يعني من أني صغيرة تقريبا أني أهلي، يعني بعد يوم كامل السنة ابتدائي، بدل ما يفرحون بي ويفتخرون بي أنه أني شاطرة وناجحة ومجتهدة وها هي راح أتخرج وأوصل المتوسطة وأكمل دراستي، بطلوني. لأن ماكو، خلص ما دام عرفتي تقرين وتكتبين هذا هو، بعد ماكو طلعة ماكو دراسة. قلنا اوكي ما يخالف، نوبة انه صار مو ماكو دراسة، بس يعني بديت اكبر طبعا واشتغل بالبيت وانظف وامسح وبين 4 حياطين. قلت ما يخالف افكر بالمستقبل، انه اسوي اسرة، اسوي عائلة حلوة. ممنوع زواج، ما يصير الزواج. ليش؟ لان لازم ابقى اخدم أمي وأخدم أبويا وأخدم إخواني وزوجاتهم، وباعتبار أنه على أساس ما يضر الغريب. فلا حصلت دراسة ولا حصلت زواج، وصفيت خدامة بالبيت. وطبعا أقول خدامة فعليا، لأن أي مشكلة تصير بالبيت توقع براسي أني، مو أني هي توقع براسي، ولازم أنكتل ولازم أنهان ولازم أنظر. هذا كله من وراء أهلي. حاولت انه ادور على ادويه او شيء وما لقيت، فقررت انه اقص ايدي، فسديت باب غرفتي وقصيت الوريد مالتي. بالبدايه ما حسيت بشيء، بس وراها بديت انه احس بخدر وبنمل بجسمي، يعني تنميله. وراها ما حسيت بشيء، بس حسيت نفسي بالمستشفى وامي يمي تبكي ونوبه تعاتبني. بس اني حياتي ما حسيت اصلا حتى بمشيها ولا بخوف ابويا او شيء، بالعكس. يعني انا اتمنى اعيدها، كنت اتمنى انهم ينقذوني، لان هاي مو حياه.